إنا لله وإنا إليه راجعون. لمثل هذا فليعمل العاملون. إنا لله وإنا إليه راجعون. على مثل الحسين فليبكي الباكون. وعلى مثل الحسين فليندب النادبون. وعلى يا مثل الحسين فلتذر في الدموع. وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون. اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا أهل البيت. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى نحرك المنحور وصدرك المكسور. السلام عليك وعلى شيبك الخضيب وبدنك السليب. إن يقتلوك على شاط الفرات ظمأً فلقد تضعضع كرسي السماء ظمأً وقد بكتك دمياً حتى العدا ندماً. أي المحاجر لا تبكي عليك دماً. أبكيت والله حتى محجر الحجر هذه الليلة. الحسين وأصحابه لهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال لأجزاء القرآن. الحسين يصلح سيفه وينعى نفسه. سمعته الحوراء زينب يردد يا دهر أف لك من خليلي. كم لك بالإشراق والأصيلي. فاشتد نحيبها وبكاؤها. اقتربت من أخي حسين ابن أمي حسين. هل اختبرت أصحابك نياتهم؟
أخشى أن يسلموك وقت الوثبة. زينب خائفة على أخيها. قال نعم أخي لقد بلوتهم وامتحنتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. لكن يا زينب نحن معك ضيوف سواد هذه الليلة. نحن معك ضيوف سواد هذه الليلة. وغدا نرحل عنك يا نور عيني لما أصبح الحسين يوم عاشورا وصلى بأصحابي صلاة الصبح قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه ثم قال إن الله تعالى أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال. ثم صفهم للحرب فجعل زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة وأعطى رايته أخاه العباس وثبت هو وأهل بيته في القلب. وأقبل عمر بن سعد في 30,000 وكان قد جعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن وعلى الخيالة عزرة بن قيس وعلى الرجالة شبث بن ربعي والراية بيد مولاه ذويد. وأقبل القوم الظالمون يحومون حول الخيام فيرون النار تضطرم في الخندق فصاح شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته يا حسين تعجلت النار قبل يوم القيامة. فقال الحسين من المتكلم؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. قيل نعم. قال يا ابن راعية المعزى أنت أولى بها مني صليا. ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه الحسين وقال أكره أن أبداهم بقتال. ثم لما نظر الحسين إلى جمعهم كأنه السيل رفع يديه بالدعاء وقال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك
وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم دعا براحلته وركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النسوة ذلك منه صحنا وبكين، وارتفع صراخهن، فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر وقال: سكتاهن، فلعمري ليكثر بكاؤهن. فلما سكتنا النسوة حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه، وكان إذا تكلم كأنما يفرغ عن لسان أبيه، ثم قال: أيها الناس، اتقوا ربكم وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت لأحد أو بقي إليها أحد لكان الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، غير أن الله تعالى خلق الدنيا للفناء، فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر، والمنزل بلغة والدار قلعة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الناس، إن الله خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها من حال إلى حال، فالمغرور من غرت والشقي من فتنت، فلا تغرنكم الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيب طمع من طمع فيها، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله عز وجل فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته وجنبكم رحمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة
وآمنتم بالرسول صلى الله عليه وآله، ثم ها أنتم قد زحفتم إلى ذريته وأهل بيته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فصمتوا وأصبحوا لا يكلمونه، فصاح عمر بن سعد بأصحابه: ويحكم كلموه فإنه ابن أبيه، فوالله لو وقف فيكم هكذا يوما جديدا لمن قطع ولما حصر. فناداه شمر بن ذي الجوشن: يا حسين، ما ندري ما تقول، أفهمنا حتى نفهم. فقال الحسين: أقول لكم اتقوا ربكم ولا تقتلوني، فإنه لا يحل لكم قتلي ولا انتهاك حرمتي، فإني ابن بنت نبيكم وجدتي خديجة زوجة نبيكم. أيها الناس، أنسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، ثم انظروا هل يحل لكم قتلي أو انتهاك حرمتي. ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول القوم إيمانا به، والمصدق بما جاء به من عندي ربه؟ أوليس الحمزة أسد الله وأسد رسوله عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم ما قاله جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن؟ هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني وهو الحق فوالله ما تعمدت الكذب، مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر بي من اختلقه. وإن كذبتموني فاعلموا أن فيكم من إذا سألتموه أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وأنس بن مالك وزيد بن أرقم والبراء بن عازب، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي أو انتهاك حرمي؟ وإن كنتم في شك من هذا، أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. فصمتوا كأنما على رؤوسهم الطير، وأصبحوا لا يكلمونه. فنادى الحسين بأعلى صوته: يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا يزيد بن الحارث،
ألم تكتبوا لي أن قد أينعت الثمار واخضر الجناب، فاقدم فإنك إنما تقدم على جند لك مجندة. فقالوا كذبا لم نفعل، فقال الحسين بلى والله لقد فعلتم. فقيل له يا حسين دع عنك هذا وانزل على حكم بني عمك، فإنهم لن يروك إلا ما تحب. فقال الحسين لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. ثم أمر عقبة بن سمعان وهو مولى الرباب سلام الله عليها، أمره بعقل راحلتي فعقلها. فلما عزم أن يخطب في الناس الخطبة الثانية أخذ المصحف الشريف ونشره على رأسه وقال أيها الناس بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أنشدكم الله أما هذا سيف رسول الله أنا متقلده، أما هذه عمامة رسول الله أنا لابسها، ويحكم على ماذا تقاتلونني، لقتيل منكم قتلته أو لمال استهلكته أو لقصاص من جراحة؟ فقالوا نقاتلك طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. فقال الحسين تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين؟ فأصرخناكم موجفين مؤدين مستعدين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا على أوليائكم ويدا عليهم لأعدائكم، من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل كان لكم فيهم، إلا الحرام من الدنيا أنالوكم وخسيس عيش طمعتم فيه، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم ومطفئ السنن ونفثة الشيطان وعصبة الآثام وقتلة أولاد الأنبياء ومبيدي عترة الأوصياء، ويحكم أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم وثبتت عليه قلوبكم، فأصبحتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا لعنة الله على الظالمين الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فأنتم والله هم. ثم قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يا أبا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. ثم تمثل قول الشاعر: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا. فقل للشامتين بنا أفيق، سيلقى الشامتون كما لقينا. أما إنكم لا تلبثون بعدي إلا كريثما تركب الفرس، ثم تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال: ادعوا لي عمر بن سعد، وكان للقائه كارها. ثم قال: أي عمر، أنت تقتلني وتزعم أن الدعي ابن الدعي يوليك ملك الرأي وجرجان؟ هيهات هيهات، إنك لا تتهنأ بعدي بدنيا ولا بآخرة، وكأني برأسك على قصبة يدار به في أزقة الكوفة، تتراماه الصبيان بالحجارة. عهد معهود عهده لي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فاصنع ما أنت صانع. فاستشاط غضبا والتفت لأصحابه وقال: ويحكم، ماذا تنتظرون بالرجل؟ ثم استل سهما من جرابه ووضعه في كبد قوسه ورمى به نحو الحسين وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى الحسين بسهم. ثم رمى أصحابه وأقبلت السهام والنبال نحو الحسين كأنها رشق المطر، فوصلت السهام إلى النساء فذعرنا واضطرايا ابن. فقال الحسين لأصحابه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه. فقام أصحاب الحسين وحملوا حملة واحدة
واشتد القتال وحمي الوطيس وتناثرت الجثث وتساقطت الرؤوس وتطايرت الأيدي وتفجرت الدماء وعلى الصراخ والعويل وارتفع صهيل الخيول وثارت غبرة ومنجلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أصحاب الحسين. ثم تقدم عبد الله ابن عمير الكلبي وهو من بني عليم وكنيته أبو وهب وكان طويلا شجاعا مجربا وكان شريفا في قومه لم يزل يقاتل حتى بصر بزوجته أم وهب وقد أخذت عمودا من أعمدة الخيمة وجاءت تقاتل إلى جانبه وهي تقول قاتل دون الطيبين ذرية محمد وأهل بيته فداك نفسي. فقال لها يا ابنة العم لقد كنت قبل قليل تمنعينني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. فبكت وقالت لا تلمني يا ابن العم فإن واعية الحسين كسرت قلبي. قال وما الذي سمعتي منه؟ قالت سمعته بباب الخيمة يقول واقلة ناصرا. عظم الله أجوركم فأراد أن يعيدها إلى الخيام فلم تطاوعه وأخذت تجاذبه ثيابه وهي تقول لا والله لن أدعك حتى أموت معك. فناداها الحسين أمت الله عودي إلى الخيام رحمك الله فإن النساء ليس عليهن قتال. فلما قتل زوجها خرجت إلى مصرعه وجلست عند رأسه تمسح الدم والتراب عن وجهه وهي تقول أسأل الله الذي رزقك الشهادة أن يصحبني معك. فبصر بها شمر بن ذي الجوشان فقال لغلامه رستم ويحك اضرب رأسها بالعمود. فضربها فماتت على رأس زوجها فكانت أول امرأة من أصحاب الحسين تقتل يوم عاشورا. ثم أخذ الرجلان والثلاثة من أصحاب الحسين يتقدمون للقتال فيقتلون. فلما نظر الحسين إلى كثرة من قتل من أصحابه أرخى عينيه بالدموع وقبض بيده الكريمة على شيبته المقدسة
وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر من دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. لا والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي. وما هي إلا ساعة وإذا ليس من أصحاب الحسين رجل واحد. ثم تقدم الهاشميون وحملوا حملة واحدة، واشتد القتال وحمي الوطيس، والحسين بن علي يصبرهم ويقول: صبرا يا بني عمومتي، صبرا يا أهل بيتي، لا لقيتم هوانا بعد هذا اليوم. فكانوا يرتقون صرعا واحدا بعد الآخر، وكان أول من قتل من أهل بيته ولده علي الأكبر، وآخر من قتل منهم أخوه أبو الفضل العباس، حيث قطعت يمينه وشماله وأصابه عمد الحديد على رأسه، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه، نادى وقد ملأ البوادي صيحة: صم الصخور لهولها تتحطم، أخي من يحمي بنات محمد؟ إن صرنا يسترحمنا من لا يرحمه. وضع يدا على قائم سيفه والأخرى على خاصرته، وانحنى على أخيه يناجيه، وقال بصوت ضعيف ونبرة شجي: أخي الآن انكسر ظهري، الآن شمت بي عدوي. ثم دوت صرخته في الناس ونادى بصوت عال: أمام مغيث يغيثنا، أمام ناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. عاد إلى الخيام مكسور الجناحين، قال: أخي زينب، علي بولدي عبد الله الرضيع، أخت آتيني بطفلي أره قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق،
يتلظى ظمأ والقلب منه في احتراق غائر العينين خاوي الباطن ذاوي الشفتين فبكى لما رآه يتلظى بالعوام بدموع هاميات تخجل السحب السجام ونحى القوم وفي كفيه ذياك الغلام وهما من ظمأ قلباهما كالجمرتين ودعا في القوم يا لله للخطب الفظيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه من ظمأ في احتراق واضطرام اضطرب القوم فصاح عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم فعرف غايته قال يا أمير أرمي الوالد أم الولد قال بل ارمي الولد ألا ترى إلى رقبته كأنها إبريق فضة فهنا وضع حرملة سهما في كبد قوسه ورمى به نحو الرضيع فذبحه من الوريد إلى الوريد يا علي الطفل يحتضر الطفل يحتضر الطفل يحتضر الطفل يحتضر أحس الطفل بحرارة السهم فتح عينيه في وجه والده ثم أخرج يديه من القماط عمره 6 أشهر متعود أن يعانق أباه فتح عينيه أخرج يديه صار يرفرف كالطير المذبوح ثم شبك بيديه على رقبة والده ثم أمال برقبته وفاضت روحه وضع الحسين كفه الشريفة تحت منحره وكلما امتلأت دما عبيطا رمى به نحو السماء وهو يقول اللهم لا يكونن هذا أهون عليك من فصيل ناقة صالح عظم الله أجوركم ثم عاد إلى المخيم لا تسأل عن حال أمه آه ونبني ونبني فجعني حرملة بسهم ونبني مياتم مياتم والله مياتم للبجة ننصب ونبني فجعني حرملة بسهم ونبني الطفل عاد يفطمونا ونبني انفطم يا ناس بسهم المنية آه عندك نياحة نياحة على الرضيع مياتم للحزن ننصب ونبني
فجعني حرم لبسهما ونابن الطفل عاد يفطمون ونابني انفطم يا ناس بسام المنية يا ولدي هاي امك يا عبد الله عمت عيني يا طيه هل على دربي يجديني سهم الصابك الماذيك ماذيني ابن حرك ما نبت يا ابني نبت بحشاي ثم احتفر الحسين حفيره صغيره ودفن رضيعه فيها عظم الله أجوركم ثم عاد ثم جاء إلى ولدي زين العابدين في خيمته وهو عليل مريض أخذ يوصي بوصاياه عقد له مقاليد الإمامة صار يحدث ولده ودماؤه تشخب من جراحاته وكان الحسين كلما تنفس نبعت الدماء من جراحاته ثم جاء إلى نسائه وبناته أخذ في وداعهن يا زينب يا زينب يا ليلى يا رباب يا رقية يا فلانة ويا فلانة هل ممن للوداع فلقد دنا منكن الافتجاع رد وعيال من العطش يوما وصاحب صوت للتوديع قوما مثل سرب القط قاما احوما تطيح عليه وحدتهن وتلثم يا زينب صاح قوما ودع عني هذا اليوم تالي وداع مني بعد ساعة الودائع يفقدني وشوفني على الغبرة مخذم وفرا يتصارخ عن كل النساوين ودارا بيه دور الجفن بالعين يود عنا وغدا يودعهن حسين وعلى فراقة تسيل دموعهن دم ثم اختص أخته زينب بوصاياه أخي زينب تعزي بعزاء الله واصبري واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون أخي زينب الله الله بالعيال والأطفال أشبعي جوعتهم أروي ظمأهم أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي إنني في هذه الأرض ملاق وصرعي فاصبري فالصبر من خيم كرام المترعي كل حي سينحيه عن الأحياء حين واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي وانظمي أطعمي من جاع منهم ثم أروي من ظمي واعلمي أني في حفظهم طل دمي ليتني بينهم كالأنف بين الحاجبين أطلق السراح لدموع عينيك صاحت أنا بعيني لباري لك عيالك أنا بعيني أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك والموت لو يرضى بدالك الروح كل احنا في دالك
ثم قال: أخي زينب، علي بثوب عتيق لا يطمع فيه العدو، فجاءت إلي بثوب عتيق أخذ يخرقه، قالت: قطعتني أط قلبي، لم تخرقه؟ قال: أخي زينب، لأضعه تحت ثيابي ولكي لا يطمع في سلبه مني العدو، فإني مقتول مسلوب لا محال. فصرخت وصاحت: ومحمدا وعليا، اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات أبي أمير المؤمنين، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء، اليوم مات أخي الحسن، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضع، دمه يباح ورأسه فوق الرماح، وشلوه بشبى الصفاح موزع. عظم الله أجوركم. ثم قالت: أخي اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشفت له عن كشف لها عن صدره ونحره، قبلته فيهما، ثم حولت وجهها نحو المدينة وقالت: أماه يا فاطمة، لقد ردت الوديع. ثم انحدر نحو الميدان كالليث إذا غضب، قلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة والقلب على الجناح، زوج السيف بالنفوس ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع. شد على الميمنة وهو يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. شد على الميسرة وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. شد على القلب وهو يقول: أنا ابن علي الطهر من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخر، وجدي رسول الله أكرم من مشى، ونحن سراج الله في الخلق يزهر. كلما تقدم إليه فارس أو راجل بعجه بسيفه، ما له في حومة الهيجاء في الكر شبيه غير مولانا علي والفتى سر أبيه، غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبيه، وهو ضامن شفتاه أضحتا ناشفتين، وعلي وحسينان وحسينان، دابه الذب إلى أن شب في القلب الأوام، وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام. اسمعي يا زهراء، وتوالى الطعن والضرب على الليث الهمام، وعراه من نزيف الدام ضعف الساعدين. وحسينان وحسينان. عظم الله أجوركم. كثرت جراحاته، زاد نزف الدماء من بدنه،
وصل إليه زها 4000 نبلة، النبلة فوق النبلة، والطعنة فوق الطعنة، والضربة فوق الضربة، والناس يتصايحون من كل جانب: يا عمر بن ساعد ماذا نصنع؟ والحسين يحسد في النفوس، فقال: الرأي أن تحولوا بينه وبين عياله، فإنه كفو كريم هذا، وقد أحدقوا به من كل الجهات، وقد عجبت من صبره ملائكة السماوات. فصاح الحسين: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. فصاح شمر بن ذي الجوشن: يا ابن فاطمة، لا نعي ما تقول. فقال له: أقول لكم أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن ذمام، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي، ما دمت حيا صاح اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. فصاح شمر بن ذي الجوشن: اقصدوه بنفسه، فلعمري إنه كفو كريم. فهنا مال الجيش على الوحيد، مال الجيش على الغريب، مال الجيش على العطشان. افترقوا عليه 4 فرق: فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالسهام والنبال، فرقة بالحجارة. أقبلت إليه السهام والنبال والحجارة كأنها رشق المطر: يا علي! وإذا بحجر أبي الحتوف يشق الهواء، أصابه في جبهته. تفجرت الدماء من موضع سجوده وسالت على وجهه الشريف. رفع الحسين قميصه ليمسح الدم عن وجهه، بان بياض النور من صدره. يا زهراء! وإذا بسهم مثلث ذي 3 شعاب يشق الهواء، وقع في لبة صدره. أراد أن يستخرج السهم من الأمام، ما تمكن، انحنى على قربوس سرج جواده، وضع يده خلف ظهره وهو يقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ثم استخرج السهم، لكن يا زهراء، ما استخرجه إلا بثلثي كبده. تفجرت الدماء من صدره ومن ظهره ومن سائر جراحاته، أخذ يترنح وهو على ظهر الجواد، كأنما أعطي الجواد فهما، أخذ الجواد يباعد بين قوائمه، ثم أمال بظهره، فتلقى الحسين الأرض بوجهه وجراحاته، ثم أخذ يجمع له وسادة من التراب،
ويأخذ من دم صدره ويخضب به رأسه ولحيته وهو يقول: هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي. ثم جالت الخيل عليه، جالت الخيل عليه يا جاد، فهويت على الأرض جريحا تطوك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول؟ جالت الخيل على وجهه وعلى صدره قبل ذبحه. يا علي، أقبل الظالمون نحوه، انتهى إليه مالك بن النسر، ضربه بسيفه على رأسه، تفجرت الدماء من رأسه وأصابت برنسه. فقال الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع القوم الظالمين. انتهى إليه زرعة بن شريك، ضربه بسيفه على كتفه الأيسر، ثم انتهى إليه سنان بن أنس، طعنه بالرمح في ترقوته وفي روابي صدره. ثم انتهى إليه صالح بن وهب، طعنه بالرمح في خاصرته، وكان كلما اقترب منه أحدهم وطعنه برمحه أو بسيفه رمقه الحسين بعينه فولى هاربا. وإذا بشمر بن ذي الجوشن يشق الصفوف وهو يقول: ماذا تنتظرون به؟ وصل إلى المولى رفسه برجله: يا أبا صالح، يا بقية الله، هذا جدك. رفسه برجله، داس بالنعل على صدره، قبض على شيبته بيده، مكن السيف من نحره، صار يهبر أوداجه. أثر نقعها يا علي، فحسين قضى وغلة أحشاه لم تنقعي. إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضعه. ثم قام من على صدره وأكب المولى على وجهه وصار يمثل به، ضربه 12 ضربة. يا زهراء، يا زهراء، حتى فصل الرأس عن الجسد. وحسيناه، ومظلوماه، قف على قدميك، قف على قدميك. الله الله، حسين وين بالسيوف مقطعينه؟ الله الله، حسين وين بالسيوف مقطعينه؟ أعلى أعلى، الله الله، حسين وين بالسيوف مقطعينه؟ الله الله، حسين وين بالسيوف مقطعينه؟ اعلى اعلى، اضرب على صدرك. الله الله، حسين وين بالسيوف مقطعينه؟ الله الله، حسين وين بالسيوف مقطعينه؟
بس هم ممرور كبدة والحجر صوب جبينه الله. بس هم ممرور كبدة والحجر صوب جبينه طاح فوق القاع وصفة واعتلى منا ونينا من المهر طاح على وجهه وعلى الخيام امر وعلى الخيام دار عينه وحسيناه الله الله حسين الله الله حسين اعلى اعلى من المهر طاح على وجهه وعلى الخيام دار عينه داست الخيل على صدره وانقطع خنصر يمينه داست الخيل على صدره وانقطع خنصر يمينه زينب على التل تنادي خويا ما تلحق علينا زينب على التل تنادي خويا ما تلحق علينا والشمر جاله بسيفه ونادت الحورة الأمينة يا شمر خلي أخويا بالله لا تذبح ولينا يا شمر خلي أخويا يا شمر خلي أخويا بالله لا تذبح ولينا عالصدر تالي تربع صار يقطع لوتينا الله الله حسين وين بالسيوف مقط أعلى أعلى عالصدر تالي تربع صار يقطع لوتينا قطع راس حسين ويلي والعرش ضج بحنينا قطع راس حسين ويلي والعرش ضج بحنينا من قفا مقطوع راسه وحتى ثوبه مسلبينا من قفا مقطوع راسه وحتى ثوبه مسلبينا الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه الله الله حسين وين بالسيوف الله الله حسين الله الله حسين وين بالسيوف يا يما يا يما ندبة زينب يا يما يا يما أنا سمعت يون وتقربت له أنا سمعت يون وتقربت له لقيت الولي متوسديدة بعد ماذا رأيت يا زينب لقيت الفوت 900 جرح بيه يا جرح شدة ويا جرح خلي يا جرح خليه قال لي كل جرح بحشاي عوفيه وجرح اللي بصدري عينك عليه يا يما يا يما يا يما أنا تمنيت أحط خدي على خده ما منعك يا زينب يا يما يا يما وشفت أخوي حسين راس ما عنده يا يما يا يما وسهم الفطر كبده جسم سهم المثلث كبدته نصين بعد يا زينب يا يما يا يما انا شفت خيول ومي على الجسد تلعب
أنا شفت خيول ومي على الجسد تلعب تلعب، أنا رحت الخيام شفت الخيام تلهب، أنا سمعت الشمر يصرخ هايجة زينب، يا يما وعلي العسكر التم يا خلق صوبين، يا يما يا يما حيرة حيرة الدهر والله حيرني، يا يما الشمر بسياطة لوعني، يا يما أنا زينب شلون بعيدة يدفعني، يا خويا ضعت ضعت وتحيرت يا حسين بعدك، ألف يا حيف عن الدهر بعدك، أنا ما ردت العمر يا حسين بعدك، عمت عيني من أشوفك على الوطية، عمت عيني من أشوفك ياك على الوطية، ما ينشال ما ينشال اشيلن وسدره، حسين مردد ضلوعه وصدره، يا زهره وما حد جاب كافوره وسدره، ولا تغسل غريب الغاضريه، يا قضاء وبسيف الشمر اروى ورده عفير المحيا ممكنا فيه حده، فلو أبصرت عيناك في الترب خده إذا للطمت الخد فاطمة عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات بأعلى أصواتكم وحسينا وغريبا وسليبا ومظلوما ومهموما وحبيبا وابن حبيبا وحسينا، لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين، أعلى أعلى اللهم اشف مرضانا، اقض حوائجنا، افرج همومنا، اللهم ارزقنا قريبا زيارة الحسين وشفاعته يوم الورود، إلهنا بحق الحسين الوجيه، اللهم اقض حاجة كل محتاج من هذا الحضور، من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة من ذريته أن تقضي له حاجته، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إخواني نقف على أقدامنا ندعو لمولانا هو صاحب المصيبة، اللهم كن لوليك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا
حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني في أماكنكم توجهوا لزيارة الحسين وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.